طيب انا عايز اسال حضرتك برضو سؤال مهم جدا، يعني معروف برضو انه موسم رمضان بيكون مع المسلسلات في جزء كده من برامج المقالب. تقريبا عندنا 5 برامج، شايف الناس لسه مقبله على النوع ده من البرامج ولسه بتتابعه؟ وطبعا اشهرهم رامز جلال. هو احنا عندنا 5 برامج مقالب بجد؟ انا ما اعرفش. مش عندنا يعني في بكلم في المطلق بجد. سواء في يعني برنامجين ستايل وثلاث برامج ستايل تاني، يعني في برنامجين اللي هو رامز وهاني رمزي، الاثنين دول اللي هم فكره النجوم بالزبط. رامز شلال وهاني رمزي الغام، وفي 3 مسلسلات اللي هم بيبقى دايما بقى بيبقى ناس عاديه، يعني اللي هي زي الزفه والحاجات دي. لكن مش فكره بتاعي. الناس راحت اكتر للحته دي، البرامج اللي هي ما فيهاش نجوم اكتر، يعني بقت حاجه جديده. يعني بحس كده. مش شايف كده؟ لا مش حاسس كده، لان بتبقى باينه قوي انها بتبقى ناس كاستنج، وبشوف ناس ظاهرين في البرنامج ده بيبقوا طالعين، لا مش بيبقوا طالعين في مجاميع في مسلسلات وفي الكلام ده. لا ما حسيتش انه ما فيش حاجه ما كانش فيها نجوم من ايام ابراهيم نصر بامانه. وبعديها ممكن اديني عقلك شويه، اديني عقلك والكاميرا الخفيه، لكن بعد كده ما لقيتش انه ناس. فعشان كده مثلا ناس زي رامز او هاني رمزي ما بيفكروش انهم يعملوا ده مع ناس عاديه، خاصة المعلنين يعني وشركات الإعلانات دايما بتتارجت إن فكرة النجم، يعني لازم تشوف النجم وهو بيتعمل فيه المقلب، ما تشوفش ناس عادية وهي بتعمل فيها المقلب. طب ما هو يعني في ناس برضو بتقعد تقول إنه ما أكيد هم عارفين ومش أكيد هم عارفين، وفي نفس الوقت إحنا برضو بنتفرج. بس ما الفكرة في إيه؟ إنه احنا دايما خلاص احنا بنبقى ايه عارفه حافظين، ويعني بس اللي هو ايه لازم نقول كده وخلاص. لازم نقول اللي هو يعني اللي هو ما ينفعش يعدي علينا زي صايم وزي ولا كل سنه. عارفه انت الاسئله اللي هي المستفزه دي. طيب.